الحديث عن هزة أرضية حصلت النهاردة في اليونان 3.2 درجة على مقياس ريختر في جزيرة كريت الواقعة على البحر المتوسط. والحقيقة أنه الناس عندها تخوفات كتير من طبعا حجم الكوارث الطبيعية اللي احنا بنعيشها الأيام دي سواء في المغرب أو في ليبيا. فطبعا يعني الحديث ده بيثير الذعر عند الناس ومدى تأثير ده علينا هنا في مصر. فخلينا نفهم مع حضراتكم إيه اللي حصل في اليونان ونطمن، لأنه ده مش الزلزال الأول اللي حصل في هذه المنطقة. يمكن كان كمان حصل زلزال كمان في هذه المنطقة يوم الحد اللي فات. فواضح أنه إحنا بنعيش أجواء يعني من الكوارث الطبيعية اللي يعني بكل تأكيد مش كلها بنفس الحجم المأساوي والكارثي اللي احنا شفناه في المغرب. يعني ربنا طبعا يرحم كل من فقد حبيبه غالي في زلزال المغرب، ونتمنى السلامة لأهلنا هناك. ويعني مجموعة من التغييرات المناخية بنعيشها بواقع أليم الحقيقة. يمكن احنا نفسنا ما كناش متخيلين بالحديث عن التغيرات المناخية ان نشوفها بهذا الحجم، فيضانات بتحصل في بعض الأماكن اللي ما كانش بيحصل فيها فيضانات بهذا الشكل. فحالة المفاجأة دي رابكة الكل. خلينا نعرف مع حضراتكم ونفهم بالتفصيل ايه اللي حصل النهاردة في اليونان ومدى تأثير ده على مصر. دلوقتي معنا على التليفون دكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بحضرتك يا دكتور، ولو تطلعنا على تفاصيل ما حدث اليوم في اليونان. دكتور صلاح، استاذن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون. دكتور حضرتك سامعني؟ طيب، لحد ما نرجع لدكتور صلاح ونتحدث عن الضربه الهزه الارضيه اللي حصلت النهارده في اليونان بقوه 3.2 على مقياس ريختر في جزيره كريت اليونانيه الواقعه على البحر المتوسط، ويعني حاله من الترقب للي بيحصل في كل هذه الظواهر الطبيعيه اللي احنا بنعيشها او الكوارث الطبيعيه اللي احنا بنعيشها. نحاول ان احنا نرجع نتواصل تاني مع دكتور صلاح الحديدي علشان يعني نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط في اليونان، وهل في توقعات باي هزات ارضيه اخرى في اليونان ومدى تاثير ده علينا في مصر. دكتور صلاح حضرتك معانا على التليفون، حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك كويس. دكتور، عايز اسال حضرتك عن تفاصيل ما حدث اليوم من هزه ارضيه في اليونان ومدى تاثير ده علينا هنا في مصر. يا فندم، يعني انا بس الزلازل دي بتحصل كل يوم، واحنا بنسجل في الشبكه القوميه للزلازل في المعهد يوميا، بنسجل على مستوى العالم كله من امريكا ومن كل حته وبيحصل. اليونان معروف ان فيها نشاط زلزالي طول عمره، لان في مناطق ارتطام او اصطدام بين الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوروبية، وبيحصل نتيجة الغوص بتاع الصفيحة الأفريقية فبتخبط في الصفيحة الأوروبية بيحصل زلازل هناك على طول. مش جديدة، بس احنا علشان مركزين في التوقعات اللي بتتقال ومركزين في موضوع المغرب ففاهمين ان ده كله بسبب اللي بيحصل في المغرب واللي بيحصل في سوريا. كل صفيحة تكتونية ليها خصائصها المنفصلة، ملناش دعوة بالمغرب اطلاقا، ولن يؤثر زلزال المغرب على مصر، ولن يتسبب في حدوث اي زلزال لا في المغرب ولا في اليونان ولا في اي دوله. كل صفيحه ليها خصائصها التكتونيه وليها الزلازل اللي بتحصل عندها. طب معلش يا دكتور صلاح عشان نفهم بطريقه مبسطه، ايه الاماكن اللي لو حصل فيها زلازل تؤثر علينا هنا في مصر علشان الناس تبقى فاهمه وما تبقاش خايفه؟ ممتاز. احنا الصفيحه، احنا لما معروف اماكن النشاط الزلزالي اللي بتاثر على مصر، اولها شمال البحر الاحمر، خليج العقبه، خليج السويس، وشمال مصر، الحاجات اللي هي بقى بتيجي من اليونان وبتيجي من قبرص بنحسها عندنا هنا في منطقه الدلتا، لكن تاثيرها ضعيف، احنا مجرد احساس. لما الاقي في زلازل كتير في خليج العقبه او في خليج السويس او شمال البحر الاحمر او في موضوع اليونان، ممكن دي بتعمل تاثير مجرد الاحساس بالهزه، لكن تاثير تدميري بيبقى صعب جدا الا اذا كان زلزال قوي جدا يعني. لكن احنا الزلزال اللي حصل النهارده ده ب 3.2 ده ما حسيناش بيه هنا. ولا ايوه، لانه صغير اصلا. اصل 3 ده ناثينج يعني، 3 ده طيب ما نتكلمش عنه، نتكلم فوق 6 فوق 7 زي بتاع المغرب وبتاع
سوريا ربنا وتركيا، دي اللي بنتكلم عنها يعني. طب هل في اي توقعات لاي هزات ارضيه اخرى في اليونان؟ هو اصل الزلزال ده حضرتك صغير، ما يعني هقول لحضرتك ايه؟ يعني مش ده اللي نخاف انه يكون له توابع او غيره. الاماكن النشطه زلزاليا وبيحصل فيها زلازل كتير وزلازل كبيره نتيجه ارتطام الصفيحه الافريقيه في الصفيحه الاوروبيه. فبيحصل فيها زلازل كل يوم، بنسجل احنا بنسجل في مصر زلازل كل يوم، ولكن معدل الطبيعي يعني في اليوم 5 زلازل 10 زلازل احنا في في المعدل الطبيعي. لما يبدا يزيد العدد قوي نبدا بقى نعمل اجراءات احترازيه، نبدا ننبه الدفاع المدني، نبدا ناخد اجراءات، لكن الامور مستقره جدا جدا جدا. يعني معدل الزلازل ودرجاتها ده معدل قياسي طبيعي بالنسبه للدراسات اللي انتوا دايما بتعملوها، ولا التغيرات المناخيه اللي بتحصل مأثره على النشاط الزلزالي؟ نعم المعدل يا دكتور، معدل الزلازل في هذه المنطقه معدل طبيعي والدرجات طبيعي جدا يعني ملوش علاقة بالتغيرات المناخية. دي يعتبر صغيرة جدا جدا من حيث القوة يعني. ملوش علاقة بالتغيرات المناخية يا دكتور اللي حاصلة. لا لا، أصل خلينا نتكلم، غلاف الجو ده كله الجزء الفوقاني بيبقى ليه علاقة بالفلك والكواكب والنجوم وما إلى ذلك، لكن إحنا بنتكلم على تصدعات في الأرض، داخل الأرض. واخد بال حضرتك؟ فدي حاجة ودي حاجة تانية، لكن مالناش دعوة بالتغيرات المناخية. ده موضوع كله بيبقى درجات حراره والامطار والرعد والسيول والحاجات اللي بتحصل في ليبيا، دي حاجات تتعلق بالغلاف الجوي والكواكب مع بعضها، لكن احنا الحمد لله ما يحدث لينا بيبقى في باطن الارض نتيجه لوجود صدوع نشطه ممكن يحصل عليها حركه. زي ما قلت لحضرتك الاندثار اللي بيحصل بين افريقيا واوروبا، بيحصل ارتطام بين الصفحتين ينتج عنه حدوث زلازل في منطقه اليونان بشكل عام يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صلاح الحديدي استاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.